مرة تانية ودي مش ممكن. الهدف الثالث، الهدف الثالث أخطاء من خط الظهر، مش ممكن. هدف في أقل من دقيقة عماد متعب، وهاتريك عماد متعب. يعني بيضحك هنا مؤمن زكريا ومحمد حمدي زكي، عماد متعب وهاتريك في الدقيقة 87، دقيقة 86 يعني الهدف، يعني إيه في أقل من دقيقة؟ أقل من دقيقة هدفين. وادي هنا حكم اللقاء محمد صابر، ثلاث أهداف لعماد متعب في الشوط الثاني، لعماد متعب في الدقيقة 65 والدقيقة 86 هدفين. ادي مرة تانية أخطاء حارس المرمى وخط ظهر الألمونيوم، خطأين في أقل من دقيقة.